بل إن بعض هذه الإمساكيات تتقدم على الوقت، على أذان الفجر بخمس دقائق أو بعشر أو بربع، كذلك الشأن في الإفطار. فإن كان كذلك فيها تقديم فهذا من البدع التي ابتدعها الناس وشقوا على أنفسهم وظلموا غيرهم، حتى هذا يدخل فيه ماذا؟ من يحتاط من بعض المؤذنين فيحتاط بدقيقتين أو بثلاث أو بخمس دقائق، هذا جناية على الشرع. لما؟ لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي رواية: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نحن مأمورون بماذا؟ بالإمساك عند طلوع الفجر الثاني، وحتى فيما يتعلق بالغروب ما يتأخر عن الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني أنت في بر أو تسير مثلا وأنت مسافر ورأيت الشمس قد غربت، فهنا يتحقق لك الفطر ولا تلتفت تقول والله سأنتظر حتى أسمع أذانا أو ما شابه ذلك. لا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، غربت الشمس فقد أفطر الصائم. أيضا فيه جناية على الناس، بعض الناس ربما يريد ماذا؟ أن يتسحر، ربما لم يستيقظ إلا متأخرا، فيؤذن بعض الناس بأذان متقدم فيجني على الآخرين، ربما أنه يريد أن يصلي، ففيه جناية.